أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد. فقد مر بنا أن القرآن يسوقنا الآن إلى عالم آخر، إلى دنيا أخرى، إلى نوع من البشر ومن الأوساط التي لها سمة خاصة ولها ميزة خاصة، وهو عالم فرعون وآل فرعون. وهذا العالم يجب أن نقرأه انطلاقا مما ذكره القرآن الكريم، وأن نستوعبه ونتمثله جيدا، ونعرف أن البشر حينما لا يعرفون الله تعالى فإنهم يكونون معرضين لكل أنواع المزالق الفكرية والسياسية والثقافية جراء ذلك البعد عن الله عز وجل. نحن الآن لا شك لنا حينما نقرأ عن فرعون وادعائه الألوهية نسخر في أنفسنا من هذا، نحتقر هذا الفكر الهابط الذي يسلب الإنسان إلى أن يدعي أنه إله. لكن هذا لم ينتهي بانتهاء حياة فرعون أو بمر، هذه الظاهرة متجددة، كلما وجدت أسبابها وشروطها يمكنها أن تتكرر. فحينما يغيب الدين الصحيح هذه الأرض يمكن أن تنبت كثيرا من الفراعنة. حينما يغيب الدين الصحيح، حينما تغيب العقيدة السليمة، يمكن أن ينشأ في كل جهة من الأرض فرعون من الفراعنة، أي يقول بما قال به فرعون. ولذلك لا تعجب أنك تسمع الآن أن هنالك في جهات من الأرض أشخاص يصورون أنفسهم على أنهم آلهة أو أدناء الإله، أي نحن نكبر ما وصل إليه اليابانيون، نكبرهم ونرى أنهم وصلوا درجة من التقنية ودرجة من الارتقاء كبيرة جدا. تعرفون أن الإنتاج التقني الياباني شيء كبير جدا. أوروبا الآن هي الآن ربما تعتبر أنفسها نفسها زبونا لليابان، خصوصا في قضية القطر. تعرفون أنه في هذه السنة حينما ألمت هذه الأزمة الخانقة بالعالم، وأن كثير من الشركات قل دخلها وهبط وبعضها أفلس تماما، يقال إن شركات صناعة القطارات اليابانية من الشركات التي لم يصبها هذا الإفلاس، بل زادت مداخيلها، لأنها استطاعت أن تطور أنواعا من القطور كبيرة جدا، ميزتها أنها تتوفر على السلامة وعلى السرعة. أنواع القطر والتي تبيعها تسوقها الآن اليابان إلى بريطانيا. الآن بريطانيا عقدت مع اليابان في المدة الأخيرة صفقة كبيرة لبيع القطارات، وكانت هذه الصفقة بمبلغ 10 ملايير دولار، من هذا قريب جدا، لأن هذه القطارات أثبتت جدارتها وقوتها وفاعليتها، ويتسمى الآن الرصاصة، أي نوع القطار يسمى الرصاصة بمعنى أنه كان يسير كالرصاصة، وهو قليل الأخطار طبعا، وسرعته سرعة فائقة، وهي تناسب مطالب الناس الآن في اختصار الزمن. الإنسان الأوروبي يبحث عن كل وسيلة تختصر له الزمن، ولكن تؤمن له أيضا الحياة، بمعنى أنه لا يجازف بحياته في سبيل الحصول على سرعة. إذن هذا شيء كبير بالنسبة لي، هذا ذكرت جزء من الأجزاء، وما أشياء كثيرة يمكن أن تجدها في هذا العالم. ولكن هذا العالم فيه نظام سياسي يقول فيه الحمد لله، يقول فيه الأمبراطور إنه ابن للإله، هيروهيتو كان بمعنى ابن الإله. ولذلك كانت عندهم ولزلت طقوس التقاليد الأمبراطورية أن الأمبراطور لا يستقبل أي واحد من الرؤساء على أرضية المطار، لأن ولد الإله لا يمكن أن ينزل إلى أن يستقبله. هذا موجود الآن، لم يسمى في التاريخ، هذا الآن موجود.
وربما لم يقع إلا استثناء، ربما مرة واحدة أعتقد في 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 تاريخ الاستقبالات والمراسيم الإمبراطورية. إذن تلاحظ أن هذه العقيدة ليست بعيدة، ليست غائبة، ويمكنك أن تجد عقيدة مثل هذا في أي مجموعات. هناك مجموعات دينية في الولايات المتحدة تتشكل على حول تأليه شخص من الأشخاص، هناك مجموعة تعتقد أن شخصا ما من الأشخاص هو إله، وبالتالي فيتدين له بالعبادة، تعبده الآن ويتحكم هو في مصيرها، وكل ما يفعله هو أنه يتحكم في مداخلها، أي ما اكتسبه الفرد من هؤلاء الأتباع يؤديه للإله، ولا يحتفظ لنفسه إلا بالجزء القليل الذي يسمح له الإله بأن يتصرف به. أي بشر يتصرف في مدخرات وفي قوة شرائية للبشر الآخر، هذا موجود. قلت بأنه حينما يغيب الإيمان الحقيقي يمكنك أن ترى العجب. أحد الأشخاص وهو أحد الملوك، ملوك البهرة، يقول إنه إله وإنه يسجد له، فقال له أحد الأشخاص: كيف تدعو الناس إلى أن يسجدوا لك وتعتبق لنفسك إلها؟ قال: أليس الأولى أن يسجدوا لي من أن يسجدوا لي بقرة؟ فالآخرون يسجدون لمن هو أقل من البشر، الذي يسجد مثلا الآن لعجل أو لبقرة في الهند، والهند ليست جمهورا قليلا، أليس في الهند في حكمة، حكمة قديمة في الهند، وفكر وثقافة وفلسفة، ولكن شيئا من ذلك لم يمنع من هذا السقوط، بمعنى أن الذي يمنع الإنسان من السقوط في هذه المهازل التي تحتقر ذهن الإنسان هو الدين الصحيح. فالدين هو الذي لأن الإنسان حينما ماذا يمكن أن يفعل إنسان حينما يولد من أبوين يعبدان بقرا وينشأ ويرى الناس يقدسون البقرة، فإنه لا يستطيع الخلاص إلا بلطف من الله كبير، فهو لا يستطيع أن يميز، لا يستطيع أن يعرف الحق من الباطل، لأنه انساق ضمن موجة الجمهور الذي كل، فهو إذا أراد أن يشكك في هذا فعليه أن ينتظر غضبة الناس وغضبة الأسرة وغضبة الأسرة البعيدة وإلى غير ذلك. فإذن فالإنسان يحتويه المجتمع، المجتمع هو مثل نوع من السيل ماضي، الإنسان إذا وجد في السيل لا يملك إلا أن ينساق وانصاع ولا يكون له موقف خاص داخل السيل الجارف. لذلك قلت إن هذا النموذج هو نموذج ليس في ذمة التاريخ كما نتصور أننا حينما نقرأ قصة فرعون نحن نقرأ التاريخ، نحن نقرأ الحاضرة من خلال التاريخ، نحن نقرأ الحاضرة من خلال التاريخ، أي أن الذي ذكره كتاب الله يمكن أن يتردد في كل لحظة توجد فيها الأسباب، وفي كل لحظة تغيب العقيدة الصحيحة تكون البشرية قريبة إلى الوقوع في هذا الأمر. أي إن النجاة من هذا الأمر هو زرع العقيدة السليمة، كل انحراف عن العقيدة السليمة ولو بالمسلمين ولو مع المسلمين فإنه يؤدي في نهاية المطاف إلى السقوط في نوع من أنواع الاحتقار لآدمية الإنسان. الله كرم الإنسان، ولكن هذا الإنسان الذي يصنع من التراب الذي يطأه هو، هناك تراب تطأه أنت، ويوم ما يمكنك أنك قد تبولت عليه، ولكن في لحظة من اللحظات تأخذ ذلك التراب وتعجنه وتجعل منه صنما وتسجد له، فهذه مهانة في الحقيقة لعقل الإنسان. أي التراب الذي وطأته تحكمه في نفسك وتجعله وتتضرع إليه، في معنى أن هذه أشياء غريبة جدا تقع. ولذلك إبراهيم عليه السلام كان يطرح لقومه هذه الأسئلة عن هذه: هل يسمعونكم يدعون؟ هل يستجيبون؟ يقول لا، فيكون هذا السؤال، أي مجرد السؤال هو في الحقيقة إدانة. إبراهيم عليه السلام كان دائما يطرح هذا السؤال: ما لهؤلاء لا ينطقون؟ اسألوهم. هي ولم يكن يقرر، كان يسأل، والأسئلة تقتضي أجوبة، هذه الأجوبة هي إدانة لهذا النوع من العقيدة التي، ولكن كما قلت إنها ليست عقيدة إنسان، أي لا يمكن أن نقول إن هذا الإنسان إنسان أحمق، إنسان أي لا يمكن أن نقول إن هذا الشخص لا، هذا هو مصير الانتماء إلى الجمهور الذي تنحرف عقيدته، فالإنسان أيضا ينحرف منه. ولذلك أقول إن العلماء، إن الذين يقرؤون الآن الشريعة الإسلامية وهم قلة، لأنكم تعلمون
أن هنالك الآن صرف كبير، صرف للناس عن دراسة العلم الشرعي بكل أنواع الصرف، أي هناك من يريد أن يصرف الناس إما بالتهوين من المادة الدينية في المدرسة الابتدائية والثانوية، بمعنى أن الإنسان لا يهتم بذلك، وإما بنوع من أنواع العراقيل، وإما بنشر موجة اللهو والتفسخ واستقطاب الناس حتى لا يقرأوا دينهم، وإما يكون ذلك بشيء أيضا من الداخل وهو نشر الخرافات. الدين يقضي عليه الخرافة، الخرافات الخزعبلية، بمعنى أنك الآن تكون في موقف صحيح جدا مع الله إذا قلت عن كل شيء يصلك الآن ما هو سنده الشرعي. أي قد تسمع مئات الأفكار في اليوم الواحد، لكن يكفيك أن تسأل ما هو سندك الشرعي في هذا القلق. أي حتى الناس الذين كانوا يعتبرون أناسا ترد عليهم الخواطر، أحدهم يقول إنه لا يرد علي الوارد، خاطرة من الخواطر فكرة، فأقول لها لا أقبلك إلا بشاهدي عدل من كتاب وسنة. قد يرد عليك الخاطر الخاطرة والفكرة فتقول لهذه الفكرة أنا لا أقبلك إلا بشاهدي عدل من كتاب وسنة، وبالتالي فأنت حينما تحكم الكتاب والسنة تكون قد نجوت، وكل الأفكار التي تصل إليك تمررها عبر هذه القناة أي الكتاب والسنة، فما كان من الكتاب والسنة فهو مقبول وهو سالم وسليم ومطبوع ومختوم، وما لم يكن كذلك فهو قول من الأقوال، وإذا لم يكن له شاهد من كتاب والسنة فتطرحه وتلقي به وتضرب بعرض الحائط ولا تبالي، لا ضير عليك في ذلك ولن ينفعك شيء ولن تسأل عنه، إن الله لا يسألك عن شيء لم يكلفك به. لا يطلب منك الله تعالى أن تطير في السماء أو أن تحلق أو أن تسير على الماء، هذا ليس مطلوبا منك ولا يقبله الله تعالى منك ولا يسألك عنه، وإنما يطلب منك الاستقامة في صلاتك وفي صيامك. إذا كنت لا تجلس لتتعلم أحكام الصلاة كيف تصليها؟ سيسألك عن الصلاة ويسألك عن أحكامها قبل ذلك، وعن وضوئك وعن طهارتك وعن كل شروط الصلاة، فإذا صليت صلاة مخدوشة فإنك تقوم بعمل ضعيف، والجواب سيكون جواب معروفا أنك لم تصلي، ستقول للإله حين يسألك إنني لم أصلي لأنني لم أتهيأ للصلاة بالعلم الضروري. ولكن كيف تتعلم إذا كنت أصلا تكره العلم الشرعي ولا تحبه وتمقته وتزدريه وتحتقره وترى أن ما عندك من الفهم هو أفضل من الشريعة؟ هذا ضلال ما بعده من ضلال. ولكن هذا شيء أيضا من الأشياء التي يمكن أن نقول بأنها أيضا تصرف الناس عن العقيدة السليمة. إذن أعود لأقول لكم إن النموذج الفرعوني هو نموذج قابل للتكرر، والقرآن يقف معه مرات متعددة ليذكر هذه النماذج التي تتكرر في هذه الجهة أو في تلك الجهة. فقال الله تعالى لقد جاء آل فرعون النذر. في اللقاء الماضي حدثتكم عن معنى الآل، وهنا لا شك أن المراد به الشيعة والطائفة والفئة، ويدخل فيها أيضا القرابة من حيث النسب، لأن مثل فرعون لابد أن يؤمن وجوده السياسي بإسناد هذه الوظائف لآله لأبنائه لأقربائه، لأن أولئك يكون أكثر وفاء له، وهذه مسألة معروفة، فيكون هناك حكم هو حكم أسرة، لذلك تعرفون حكم الأسرة، الأسر في الفرعونية لا يتحدثون عن الشخص بل يتحدثون عن الأسر المعينة التي حكمت مصر، ولذلك عبر الله تعالى عن هذه الأسر بالآل. لكن التعبير القرآني بفرعون أيضا يحتاج إلى التوقف. ففرعون هو اسم سياسي، عنوان سياسي في الحقيقة، ليس علما شخصيا، ليس علما شخصيا، إنما هو علم أو عنوان سياسي. فالذين يحكمون مصر من الحكام يسمون فرعون، فحينما يقال فرعون فالمقصود بذلك حاكم مصر، ليس شخصا بعينه بل هم الذين يحكمون، وهذا يتحدث به التاريخ، أي الفراعنة ليسوا شخصا واحدا بل هم أسر وأجناس من البشر حكمت هذه الأرض، فسمى يطلق فرعون على من حكم مصر، ويطلق القيصر
على من حكم الروم، أي الروم لهم قياصرة، ويطلق كسرى على من حكم الفرس، ويطلق اسم بطليموس على من حكم اليونان، ويطلق النجاشي على من حكم الحبشة، ويطلق تبع على من حكم اليمن. هذه ألقاب سياسية لابد أن نعرفها. فالتبابعة ليسوا شخصا واحدا، التبابعة هم ملوك اليمن من آل تبع، والقرآن ذكر أهم أم قوم تبع. هذه من التبابعة. والنجاشي ليس شخصا واحدا، بل كل الذين حكموا الحبشة يسمون نجاشي، ثم ينفردون بالأسماء. ثم بطليموس الذين حكموا اليونان، والقيصر هو حاكم الروم، وكسرى حاكم الفرس، وفرعون حاكم مصر. والفراعنة إذن كثر. هؤلاء الفراعنة لا شك أنهم وحكام مصر لم يكونوا على درجة واحدة دائما. فأنتم حينما تلاحظون مثلا أن الملك الذي تحدث معه أو أوى إليه يوسف عليه السلام هو غير الذي تحدث معه موسى عليه السلام، فتلاحظون الفرق في التعامل. الملك الذي آوى إليه يوسف واحتضنه وأحسن إليه، ستلاحظون أنه من نمط خاص، ويوسف أسبق في دخول مصر، أسبق من موسى عليه السلام، لأنه من أبناء الأسباط، من أبناء يعقوب. فتعرفون حينما تقرؤون قصة يوسف كيف أن يعقوب كان له أبناء وكذا وكذا، وأن يوسف ألقي في جب، ثم جاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسره بضاعة أي باعوه. وقال الذي اشتراه زيد هاي بأنه انتقل إلى مصر مع أنه لم يكن في مصر، فإذا أصبح مبيعا في مصر، ثم دخل دار الحكم، ثم كان أمره ما كان. ثم استمر وجود بني إسرائيل باستقدام يوسف لأبيه وإخوته بعد المجاعة المعروفة، فكانت من نسله بعد ذلك كان موسى. وموسى لقي رجلا آخر، فرعون آخر، ليس هو الأول. ونحن نعرف أن الحديث حينما يتحدث عن فرعون في القرآن يتحدث عن علاقة موسى بفرعونه الجبار الطاغية، الذي لا شك أنه كان عنوانا كبيرا من عناوين الجبروت. إذن من خلال ما تحدث به القرآن عن غشم فرعون وظلمه واستبداده واحتقاره لموسى ولهارون واستغلاله لبني إسرائيل، هذه الإشارات الكثيرة جعلت الناس يجعلون أو يتصورون فرعون رمزا، لم يعد رمز فرعون، لم يعد عنوانا أو اسما عاديا أو اسما لملك، بل أصبح رمزا للطغيان. ولذلك اشتقت العرب منه، مع أن الأسماء لا تشتق منها هذه نادرا. فأحمد وإبراهيم لا تشتق منها غالبا أفعال أو مصادر، ولكن فرعون اشتقت منه العرب، فقيل تفرعنا فرعون، تفرعنا. التفرعن هو انتساب إلى فرعون، أي أن الإنسان يصير على طريقة فرعون. الفرعنة والتفرعن هي أن يكون الإنسان بلغ درجة من الظلم ومن الاستطالة على البشر، فيقال فلان تفرعن، مع أنه مشتق من اسم فرعون. هذا الفرعون الذي حكم مصر وخصوصا على زمن يوسف عليه السلام، هو الذي قال الله تعالى قد جاء آل فرعون النذور، في هذه المرحلة بالضبط، أي مرحلة محددة، هي نوع أو بشر واحد. واختلف المؤرخون في من يكون فرعون موسى، هذا خلافات كثيرة، لكن نحن الآن أمام
شخص يزعم أنه أصبح أنه إله، أنه ملك وأنه إله، إذا لم يبقى عند حدود الملك بل أصبح إلها. الآن السؤال الذي طرحته بدايته، كيف يصير الإنسان، كيف يصح للإنسان أو كيف يمكن للإنسان أن يذهب به الخيال والظن إلى درجة الدعاء أن يحل محل الإله؟ كما قلت لكم هناك دائما ظروف نفسية وظروف اجتماعية وثقافية تيسر على الإنسان أن يصل إلى هذه الدرجة. يقول بعض المؤرخين الذين يتحدثون عن تاريخ مصر وعن الفراعنة فراعنة مصر، إن هذه النشأة، أي إن تقمص الملك للألوهية بدأ قديما. كانت هناك حالات من التفلت والتفكك داخل في مصر، وكانت الأمر يقتضي وجود سلطة سياسية تستطيع أن تخضع المناوئين وأن تضبط الأمور. هذا تم على يد أحد ملوك مصر في سنة 3200 قبل الميلاد، بمعنى في الزمن البعيد جدا، 3200 قبل الميلاد، تم لأحد الملوك إخضاع هذه الأرض وبسط السيطرة عليها وتأسيس أول كيان سياسي بمعنى الدولة، أي 3200 سنة قبل الميلاد. ومن تعرفون عن أي تاريخ نتحدث؟ هذا تاريخ عميق ضارب في القدم، قبل طبعا اليهودية، وقبل هذا شيء موغل في القدم. هذا الملك الذي استطاع أن يجمع حكم مصر وأن يوحدها وأن يضبطها بلغ درجة من الانتشاء بالنصر وبما حققه، وطبعا ساعده على ذلك وجود ضعف فكري وعدم وجود عقيدة واضحة عند الناس ووجود الرغبة في التدين. إذا أنتم أخذتم ثقافة الشعوب القديمة، شعوب القديمة ليس لأنها قديمة أو لأنها لم تكن تفهم، هي تشترك كلها في قضية أساسية، قضية الإيمان. الشعوب القديمة كانت شعوبا متدينة تؤمن بالدين، قد لا تصيب في تدينها فتتوهم الإله صنما أو تمثالا أو نارا أو شيء من شبه، هذه انحرافات، لكن الأصل هو أنها تؤمن بالدين. وهذه قضية مهمة جدا تحدث عنها أحد فلاسفة الغرب وهو بيركسون، الذي كان يقول إنك حينما تبحث في التجمعات البشرية، في كل التجمعات البشرية، قد تجد مؤسسة في هذا التجمع ولا تجد مؤسسات أخرى. فعند اليونان قد تجد مؤسسة للرياضة مثلا، قد تجد المسرح في اليونان، عند الرومان تجد نوعا آخر من القوة البدنية والمصارعة والجانب العسكري، وقد تجد في عند العرب مؤسسات للاحتفاء بالشعر بالكلمة كأسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز، وقد تجد في كل البلاد أي الحضارات تجد مؤسسات ربما تكون خاصة توجد في هذا المكان ولا توجد في هذا، لكن المؤسسة المشتركة الموجودة في جميع التجمعات بلا استثناء هي المؤسسة الدينية، أي مكان العبادة. قد يكون هذا المكان في اليونان هو معبد ديلف مثلا، قد يكون هو أحد المعابد في الهند، قد يكون معبدا من المعابد في مجاهل إفريقيا حيث يعبد ما يعرف بالطوطم أو شيء من الأشياء التي يعتقد فيها بعض الناس أنها تمثل جدودهم القدماء ويضعون لها تمثال وما أشبه ذلك.
بمعنى وحينما تأخذون القضية أيضا في حضارة في البيرو، حضارة الأنكا وحضارات أخرى، ستجدون أن هذه الظاهرة مضطردة، أي لا يوجد تجمع بشري يخلو من مؤسسات دينية، أي أماكن العبادة. بمعنى أن هذا عند بيركسون يعني أن الدين شيء فطري، الدين شيء فطري، لم يكن الناس ليتفقوا على هذا، لم يتفقوا على الرياضة، لم يتفقوا على المسرح، لم يتفقوا على الأدب، لم يتفقوا على الشعر، لم يتفقوا على أشياء، لأنها ليست ضرورية في حياتهم، لكن الدين لابد منه، الدين لابد منه. دعوني أقول لكم شيئا آخر، أن بعض الأشخاص، أي بيركسون لما أخذ هذه الفكرة أخذها ليثبت بها الإيمان، لكن بعض الذين يعرفون أكثر من الآخرين يقولون إن التدين هو مرحلة بدائية في حياة البشرية، أي التدين هم يتحدثون عن المراحل الثلاث أو الأربع المراحل، مرحلة الخوف من قوى الطبيعة، مرحلة التدين، ثم المرحلة الوضعية التي يلغي فيها الإنسان الدين ويعالج قضاياه بفكره، وهذا خطأ. أي إننا حينما نتحدث عن القضية المرحلة الوضعية، أي المرحلة الفلسفية الوضعية التي يستطيع الإنسان أن يقول بأنه يفكر جيدا، نجدها مصطبغة بالدين. الآن الأوروبيون متدينون فعلا، الأوروبيون الآن متدينون، إذا أردتم أن تعرفوا الأوروبيين تعرفون أن التدين بطريقتهم التي يتحكمون فيها صحيح، ولكنهم متدينون. وأنا حينما أشاهد في بعض المرات احتفالاتهم بأعيادهم الدينية في مناسبات الفصح مثلا، في حينما يوجد مثلا بعض المرات يكون في عطل للمسلمين في أوروبا، ويكون صادف ذلك أن احتفال ديني للنصارى، كل القنوات التلفزية تهتم بإعادة تصوير مثلا عيسى عليه السلام أو كذا وحياته وكذا، بل بعض القنوات تعيد من جديد الحديث عن البروتستانية كيف نشأت وكيف عدب مارتن لوثر وأتباع مارتن. الأوروبيون في كل أيام العطل، وبعض مرات تكون العطل تقريبا 7 أيام عطل دينية، لذلك هم يسوقون إلينا هذه الفكرة بمعنى أيها الناس إنكم استيقظتم ودخلتم الجامعات وأصبحتم فتجاوزوا مرحلة الدين. هذا كذب كبير، وبعض المثقفين عندنا تنطلع عليهم هذه الفكرة، يتصورون أنهم فوق الدين، أنهم ما بعد الدين، الحداثة هي شيء ما بعد الدين. خطأ، الدين عندهم شيء ثابت من الثوابت، ويكذب الناس الذين يسوقون إلى الناس هذه الفكرة من أجل أن يضعفوا في أنفسهم الانتماء إلى الدين. نحن نرى أن الغرب الآن هو مسيحي بكل مقياس، ولا يسمح الآن لأن تمس مسيحية. أنتم تلاحظون الآن الوقفات التي يقفها الآن الألمان ضد بناء المساجد، هناك الآن وقفات في الأسبوع الماضي كانت في وقفات في أعتقد في كولن كانت فيها وقفة كبيرة ضد المساجد وكذا وكذا. لماذا تقفون ضد المساجد وأنتم بلد الحرية وبلد التعايش وبلد السلم وكذا؟ لأنهم فعلا مسيحيون ويجدون من يساندهم. لماذا يتنامى اليمين عندهم؟ اليمين الآن تعرفون أنه في تصاعد، لأنه يتكئ على الروح الدينية، وبالتالي فهو يرى في المسلمين أنهم يريدون أن يزرعوا هناك حضارة جديدة وثقافة جديدة. إذن فلا يمكن أبدا أن يصور لنا أحد أن الدين انتهى هنا في هذه الجهة مطلقا، بل أقول إن أمريكا الآن تحكمها قوة دينية كبيرة لم تكن موجودة قبل هذا. اليمين المسيحي الذي كان يساند من قبل، كان يساند الرئيس السابق وهو الآن موجود وهو يساند، طبعا لم ينتهي، فيه أكثر من 70 مليون شخص، أحزاب التي تؤمن بفكرة الرجعة وبفكرة أو بأساطير معينة معروفة، أرمند ديجيدون وما أشبه ذلك من الأشياء التي يؤمن بها البروتستانيون، هم الآن يمثلون أكثر من 70 مليون كحزب. وخذ بعد ذلك التأثيرات، عدد الكنائس في أمريكا شيء لا يتصور، وتتناسل وتتجاوز، حاولوا بعض يتجاوز، الآن هناك كنيسة الشعب التي تتجاوز
الكنيسة الكاثوليكية وتتجاوز البروتستانية وتتجاوز كل الكنائس التي جاءت فيما بعد من أجل الاستمرار، من أجل ضمان الاستمرار وتجاوز الأخطاء، لأنها تريد أن تتبرأ من أخطاء الماضي. بعض الكنائس تبدو الآن عندهم ما يعرف باللاهوت، لاهوت ديني أو لاهوت سياسي، لاهوت سياسي أي أن رجال الكنيسة هم الذين يتصدون للقضايا السياسية للتحرير، واسم لاهوت سياسي أو لاهوت التحرير أيضا. وحينما يقدم لنا دائما القس ديزمون توتو مثلا في افريقيا او جاكسون في امريكا، وهؤلاء قساوسه ولكنهم مره يبرزون في قضايا سياسيه ويدخلون لحسم في قضايا الصلح وما اشبه ذلك. هؤلاء يريدون اعطاء صوره جديده حتى يبقى دائما وجود الكنيسه عندهم. لذلك اقول ليس سليما وليس صحيحا أن مرحلة ما تحرق مرحلة. المرحلة الوضعية هي شيء من التوجيه، أي لا يمكن أن تأتي مرحلة يستغني فيها الإنسان عن الدين. لماذا؟ لأن الإنسان حينما يستغني عن الدين يكون قد دمر نفسه. أحد الفلاسفة فيخته، أحد الفلاسفة الألمان فيخته يقول إن الإيمان بالله هو إيمان بالواجب. إن الإيمان بالله هو إيمان، هذه كلمات مهمة جدا يجب أن نذكرها. إن الإيمان بالله هو إيمان بالواجب. لا يمكنك أن تجعل الإنسان يؤمن بالواجب إلا إذا الواجب والأخلاق لا يمكنك أن تلزمه بها إلا إذا وضعتها على أنها عطاء ديني وأن هنالك عقوبة وأن هنالك مثوبة. أنت حينما تصدق لماذا تصدق؟ بعد ما تلتزم الصدق ضد مصالحك المعجلة، لأنك تنتظر منفعة وتنتظر ثوابا من الله عز وجل. فالأخلاق في قمتها والأخلاق في رسوخها هي دائما مرتبطة بالدين. وإذاك حينما يدمر الإنسان الدين يكون قد اقتلع نفسه وحكم على نفسه بالزوال. إذن أعود فأقول إن ما يقوله بيركسون عن قضية أصالة الدين في الحياة هي قضية مسلمة ومعروفة، لكن هذا الدين كما قلت هو دين له تجليات، قد تكون تجليا صحيحا هو وما جاء به الأنبياء، وقد يكون تجليا وهميا وهو ما يسمى بالنحل. أي هناك أديان ملل وهناك نحل. الملل لها أصل من الوحي، لها نبوات، هذه الملل. والنحل هي شبه شيء يشبه الدين ولكنها من اختراع الإنسان، كبعض الديانات البوذية مثلا والزرادشتية والبراهمية وما أشبه ذلك. هذه ليست ديانات معروفة الأنبياء ولكنها تشبهها وهي ديانات روحية. فالبوذية ديانة روحية قاسية في الحقيقة ولكنها لا يعرف لها نبوة حقيقة. ولذلك حينما تحدث العلماء القدماء عندنا رحمهم الله تحدثوا عن الملل والنحل، كتاب الملل والنحل الشهرستاني، فذكر الملل أي التي لها ديانات والنحل التي ليس لها ديانات وهي ديانات بشرية وديانات وضعية. إذن فالدين كما قلت ظاهرة ضرورية وظاهرة فطرية ولكنها في بعض المرات تتجلى تجليا صحيحا في شكل في شكل دين سليم صحيح. وهذا المعنى الآن أي بكل تجرد نقول إن فكرة الدين بالمعنى أي بمعنى الانتماء إلى الوحي استفرد بها الإسلام فقط. لا يمكن أن إنسان ما يقول بأنه الآن يمثل الدين الذي أوحي به. لا اليهود يستطيعون أن يقولوا هذا ولا النصارى يستطيعون أن يقولوا هذا ولا أي ملة لوجود التغييرات ثم التغييرات ثم التغييرات. فمثلا نحن ليس عندنا مجامع مثلا بالنسبة للمسيحيون لهم مجامع وتسمى بالمجامع المسكونية. المجمع المسكوني هو مجمع قادر على أن يجتمع يوما ما ليقرر شيئا من قضايا العقيدة بعيدا عن كل ما كان معروفا. والمجامع المسكونية قديمة من المجمع الأول، المجامع الأولى مجمع نيقيا. مجمع نيقيا هو مجمع قرر العقيدة، قرر الكتب التي يمكن أن كان عند النصارى عدد كبير من الكتب، ثم جاءوا إلى المجمع بعشرة كتب بنحو 300 كتب كتاب، ثم اختصروها في 10 كتب، ثم اختصروا العشرة في 4 وقالوا هذه هي الكتب المعتمدة. ولأن العقلية كانت عقلية هابطة أي وجعت كل طائفة بكتابها بإنجيلها كما تعتقد،
وضعت هذه الأناجيل في قاعة، وفي الصباح جاءوا ليجدوا أن الأناجيل اختفت وأن الأربعة منها هي التي بقيت، فقالوا إذن فقد اصطفيت الأناجيل. وهذا مسألة، هذا عبث، هذا فعل عابد في الصغار. هل جاءت الملائكة في الليل فأخذت الأناجيل وقرأتها ووجدت أن هذا صحيح والآخر غير صحيح؟ كان هذا من فعل، ووقع فيها التعديل. وهذه كلها كما يقال هي تعدد أو ديني أو انتقال ديني بسبب التقاء اليهودية مع المسيحية أو هجوم اليهودية. ولذلك بولس أو سان بول أو شاول هو الذي أثر تأثيرا قويا في، وهو كان في أصل يهودي، ولم لم لم شاول أو بولس لم يلتقي بالمسيح، بل كان عدو للمسيح. ثم بعد رفع المسيح بنحو من سنوات، نحو 8 سنوات، زعم أنه كان سائلا في الطريق فنزل المسيح ورآه وكلفه بهذه. لاحظوا أن الديانة هذه تنشأ على رؤية، على رؤية، وعلى كل من أراد أن يضل الناس لابد أن يبدأ بهذه الفكرة. أي هو لم يرى المسيح ولكن لحق به عن طريق الرؤية. لو أنه كان معه لقال أنا صاحبه، لأن الحواريين، الحواريين الذين عاشوا مع عيسى معروفون، وكلهم تقريبا عاش معه، وبعضهم خانه، أحد الحواريين هو يهودا الأسخريوطي، جودا الأسخريوط، هذا هو باع، أراد أن يبيع عيسى عليه السلام و بشيء بثمن قليل، وكشف عنه ووشى به، وهو واحد من المعروف بين جودا أو يهودا الأسخريوطي. وثم كان مقتله في شارع عمومي واندلقت أمعاؤه، معروف هذه في تاريخ المسيحية القديمة. إذن فهذه المجامع المسكونية والبابا له سلطة يمكن أن يحول المعاني. والآن تلاحظون الأشياء التي سمعتموها في المدة الأخيرة عن كيف تنشأ الأخلاق والعقائد عند المسيحيين. الآن المسيحيون قالوا إنهم يبرئون اليهود من دم عيسى عليه السلام. نحن نقول هذا القول يلتقي مع نصف الحقيقة عند الإسلام. الإسلام لم يقل بأن اليهود قتلوا عيسى، الله تعالى قال وما قتلوه ما صلبوا. إذن هذه تبرئة لهم أنهم لم يسلموا. ولكن المسيحية كانت كلها دائما تقوم على هذا الأساس. نعم، إذن أنتم قلتم بأن عيسى عليه السلام لم يقتل، صحيح، التقيتم مع نصف الحقيقة. نحن نقول لم يقتل ولكن رفعه الله إليه. ولكن أنتم لما قلتم لم يقتل، هذا الكلام هذا ديال هذا الشهر هذاك، وسمعتوه في تبعتوه هذا الشيء مزيان، لم تقت، كأنكم صرتم تقولون بقول الإسلام، ولكن فمن قتله إذن؟ إذن قضية القتل، قتل عيسى عندهم ضرورية، لأنها هي معنى الصلب. لأن لمن يحملون الصلب؟ من المصلوب؟ هو عيسى. حينما يتحدثون عن الصلب، عن ما يتحدثون؟ عن الفداء، أن عيسى افتدى البشرية بدمه. إذن هو ركان من العقائد قائمة على القتل. الصلب هو أصل العقيدة، والصليب إذن إذا قالوا بأنه لم يقتل، إن اليهود لم يقتلوا، فيجب أن يكسروا الصلبان، انتهى صليبهم، لمن تحملون؟ وهل تعرفون أن هذا النصارى الآن يستطيعون أن يتركوا الصلب؟ إذن كأن قتل عيسى في نظرهم أصبح مسجلا ضد مجهول، أصبح قضية مسجلة ضد مجهول. اليهود ما قتلوا، إذن فمن قتله؟ قتل وانتهى. إذن لم يقتله اليهود، فأزلتم جزءا كبيرا من العقيدة. لأن العقيدة تعرفون أن نحن في الإسلام لم نكن نقول بهذا الأمر، بل الله تعالى ذكر بأن بني اليهود كانوا يتبجحون، نحن يقول نحن قتلنا المسيح زيد عيسى بن مريم رسول الله. إذا كنتم قلتم بأن اليهود لم يقتلوا المسيح، فماذا يقول اليهود؟ اليهود يقولون نحن قتلنا المسيح. إذا برأتموهم فهم لم يبرئوا أنفسهم. في تاريخ الإسلام نحن هذه المشكلة مع الناس تماما، لم نكن نسمعه. ولذلك كنا نهزأ من قول اليهود بأنهم قتلوا المسيح، ونقول أن القرآن كذب هذا، ويقول أن عيسى عليه السلام رفعه الله إليه. لما تقول رفعه الله إليه انتهت المشكلة تماما، لا صلبة ولا، فهمتوا هذه الأشياء؟ نقول لكم أيها الأخوة، ماشي هذا شخصكم تعرفوه، لأن هذا هو الذي رجع الآن إلى الحياة. هذا الخطاب، ماشي نتكلم لكم التاريخ،
ما تصوروش احنا نتكلموا في التاريخ. هذه الاشياء الان هذه ديال الاسبوع الماضي باش تعرفوا كيفاش تفكروا كيفاش، لان بعض الاشياء تمرر في الخطابات. تصوروا ان الخطاب السياسي او الخطاب ديال الاعلام راه يعرف يفكر شي حاجه؟ انا بعض المرات ما اقرا بعض الاشياء نقول الناس راهم يضحكوا على الناس. البابا يقول لنا في زيارته هذه التي قام بها، قال للمسلمين انه لا يريد او كانه يحذر من الاسلام الذي يمارس السياسه. الاسلام ماشي سياسه، الاسلام حركه روحيه، دين. الدين لا يلوث بالسياسه. طيب انت وليت فقيه عندنا دروك، انت فقيه لان تورينا ابن البابا يورينا المسيح مزيان. طيب الاسلام لا صله له بالسياسه، نعم. وانت شكون انت؟ من يستقبلك؟ يستقبلك رئيس الدوله، يوضع لك البساط الاحمر. تعرفون البساط الاحمر لمن يوضع؟ لا يوضع لا الى رؤساء الدول، لا يوضع البساط الاحمر في الاستقبال ابدا، ممنوع. لا يستقبل الى واحد اخر، ما ديروش انت البساط. البساط الاحمر معناه انه يمثل دوله، ها؟ وانت عندك سفراء، ها؟ عنده سفراء في كل البلاد، سفراء ديال الفاتيكان، عنده جيش صغير ماشي كبير ولكن عنده جيش، عنده كل مقومات دوله. وقلنا انتم الاسلام ما ديروش السياسه، كاين شي واحد يدير السياسه؟ قلت لك وهذه المواقف هي ماشي مواقف سياسيه. كل ما عندوش كاع رحله دينيه، هو اصلا ما عندوش رحله دينيه، حتى حاجه ما كانت دينيه. مشي هنا يكذب شي شويه، مشي يقول كل شيء اخرى، مشي كذا، يحاول يبقى يفرق ذاك النقب هذا. اعطى اليهود شي شويه، اعطى مشي للمسلمين شويه، مشي اعطى هذا شويه، اعطى هذا شويه، وخربق كل شيء المسائل في حقه. حتى واحد ما 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 ما, 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 ما عجبو الحال عليه كاع. حتى واحد ما، لان مشى عند اليهود، مشي عند ذهب الى اليهود فقال جيبوا لنا ذاك الاسره ديال شارليت نشوفوه، ذاك المظلوم، وخلى 11000 واحد يتسنى. هذا موقف ماشي موقف سياسي. وروا لنا السياسه شنو هي؟ شي غول ولا كنت تهضروا عليه؟ هي هذه السياسه، مع العلم ان النصرانيه من اصولها انها ليس فيها سياسه، انها تكون تقول دع ما لله لله وما لقيصر. فانت ترك تقوم بخدمه قيصر ماشي خدمه الله. هذه خدمه السياسه ولا لا؟ راكم فاهمين؟ انا نقول هذا لماذا؟ لنفهم ان الخطابات الكثيره المتنوعه تقتضي منا درجة من الوعي والفهم بناء على ما نعرفه من تاريخ الأديان. والتاريخ الأديان خصنا نعرفوه، ما نبقاوش كنا كل حاجة كيف مرت المسيحية، خصنا نعرفوها في كتبها كيف سجلت. وهذا الآن أصبح ثقافة ضرورية، وخصوصا إذا كنتم الآن تعرفون العالم الآن تشابك. المسلم إذا كنتم أنتم موجودين ولا الناس موجودين في أوروبا مسلمين، يجب أن تكون عندهم الثقافة. من جملة معرفتهم بالدين أن يعرفوا كيف تنشا الديانه عند الاخر. لان بعض المرات راكم ما تصوروش الاسلام هو القوه ديال الاسلام، هي نفسها القوه ديال نحن ماشي نقرر مثلا علوم الحديث، ها؟ نقرر درس علوم الحديث كيف يؤخذ الخبر؟ ما كاينش الغربال شرط الحديث الصحيح ان يكون متصلا بنقل العدل الضابط، ها؟ من غير شذوذ ولا علة، ومن تكلم شرط كذا وكذا، وما هو سميتو العلة القادحة وكذا. بيحمل أن في علم الحديث شكون هو اللي تقبل؟ شكون غير واحد انت قبل؟ بعض المرات الناس يكونوا في القمة لا يأخذوا من حديثهم. هذا بالنسبة احنا لما تشوف العقيدة ديال كيف تتأسس عندنا شعوب أخرى وعند ثقافة غريب جدا. أي واحد هكا يحل عينيه صافي يدير عقيدة هكا. فتمشي مثلا لورد، هذه لورد مدينة صغيرة موجودة في الجنوب الفرنسي، ها؟ موجودة في الجنوب الغربي الفرنسي، هي المدينة التي يمارس فيها المسيحيون الحج، خصوصا الفرنسيون، ويقوموا فيها بكل الأعمال التي تشبه أعمال الحج، بما فيها أنهم يدخلون الى مكان وانهم يغتسلون فيه وانهم تقريبا كان. ولكن هذا الحج الان اللي هو يقلد الحج الاسلامي، الحج الاسلامي عنده تاريخه، ابراهيم عليه السلام والرحله ديالو وكذا، وعنده اثار ماديه. ابراهيم له ابناء وله شعبان كبيران. ابراهيم ما كانش لان احد بعض المستشرقين كان يشكك في وجود ابراهيم عليه السلام، ويدمش ابراهيم ما لم يكن موجودا، واسماعيل نجا.
هذه تيرونة تاريخية لا يمكنك أن تنساها، ماشي أنت تجيب صلاة تقلعها هكا وتصافي، هذا عندها جذور كبيرة متفرعة. ففي قديما أنا زرت هذه المدينة مدينة لورد وسألت هؤلاء الذين يحجون هنالك من بعض وعندهم بعض الكشافة هم يقومون بعملية الإرشاد، هذه كيف كانت هذه المدينة حتى صارت مدينة الحج؟ عيسى عليه السلام ما كانش فرنسي، عيسى عليه السلام رجل شرقي، عيسى عليه السلام رجل فلسطيني. شنو جاي يدير عيسى هنا عندكم؟ دار لكم هذا الحج وانتم ما تمسحتم الا بعد مده طويله، وكانوا تحت الامبراطوريه الرومانيه، ثم كان هناك الرسل الذين ارسلهم عيسى عليه السلام وكذا، ولكنه لم ينجزوا شيء، فتاخر من دخول المسيحيه الى فرنسا مثلا. قال هذا الشخص، قل لك هذا المكان كانت محل عادي، وكانت هناك فتاة صغيرة ترعى الغنم، ففوجئت بأن مريم عليه السلام نزلت عليها وصافحتها وحدثتها وقالت لها مر الناس أن يبنوا لي كنيسة في هذا المكان، ثم ذهبت وخرجت الفتاة لتخبر القوم بأن عيسى بأن مريم نزلت هنا، العذراء نزلت هنا وكذا، ومن ذلك اليوم صار هذا المكان محجا. شفتوا باش تبني الدين؟ على قول فتاة صغيرة لا ندري أصدقت أم كذبت. ياك نحن شوفوا لما قال عمر بن الخطاب لما اختلف مثلا مع امرأة جاءت تقول إن رسول الله إن زوجها طلقها وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، إيش قالها؟ تعرفوا؟ قال لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا إلى قول امرأة لا ندري أعلمت وذكرت أم نسيت. هذه امرأة يمكن يكون تلفت ونسات وكذا، ونحن عندنا القرآن لها السكنى والنفقة، ها؟ هي جاءت لتقول بأن رسول أن زوجها طلقها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فقال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا إلى قول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت أذكرت أم نسيت. شوف كل شيء وسمح في هذاك الشيء وخلاه. هذه بنت صغيرة قاع بغات تلعب بالدنيا تقول لهم غير لك، طبعا هذا بالتأكيد ما شافت والو. ثم وقع الحج وقع ركن كله مضاف، ركن كله أضيف. عشان نقول لكم لأن هذه الأشياء حينما نعلمها الآن، لأن هناك الآن اتصال كبير، يبقى ضروري أن نعرف كيف نشأت الأديان، كيف مرت، ما هي، ونعرف كيف نقارن بين الإسلام وبين غيره. وهذا باب واسع، باب واسع، أي أننا لو أردنا أن نقارن بين الإسلام والمسيحية أو اليهودية ستكتشفون فرقا كبيرا في التوثيق، في 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 الصحة، من هو الذي يؤخذ بخبره، ثم هذا الخبر الصحيح إذا صح لدي الخبر مثلا في صحيح البخاري وفي غيره حديث صحيح، يقول العلماء ونحن لا نلتزم به ولا نبني عليه العقيدة، لأن العقيدة تحتاج إلى حديث متواتر. العقيدة لا تبنى على الحديث الصحيح، لا ينفع في بناء العقيدة، العقيدة تبنى على حديث متواتر أو على القرآن، وهذا شيء كبير لا توجد فيه. نحن هؤلاء يبنون عقيدتهم في الحج وفي كذا على قول فتاة صغيرة لا وهكذا، وذلك ليس عندهم شيء اسمه التواتر عند غيرنا. ومعظم الأخبار كما قال ابن حزم وغيره إنما ينتهون بها إلى بولس، إلى بول لبعض الأخبار، أما صلتهم بعيسى عليه السلام وقوله وحياته وخبره فكل ذلك شيء غامض. إذن هذا كما قلت نحتاجه طبعا لنبث الوعي به. إذن قلت إن هذه الأسرة أو هذا الحاكم الفرعوني الأول الذي أنشأ هذه الدولة انتشى بأنه حقق ما لم يحققه الغير، ووجد من حوله أناسا لهم أديان مشوهة أو لهم شيء من هذا القبيل ولهم رغبة كما قلت فترة الدين فترة، فقال لهم إنه إله، زعم أنه إله. كيف قبل الآخرون أن هذا إله؟ كيف سوغ له هو هذا الأمر؟ أو ما هي أسباب التي جعلته يقول بهذا؟
وكيف قبلهم هذا سؤال طرحه كثير من المؤرخين. هذا سؤال أولا هو كان له سبب سياسي فيما يرى بعض المؤرخين. تعلمون أن مصر بلد شاسع واسع، وأن الملك الذي كان يحكم مصر لم يكن بإمكانه أن يحكمها من شمالها إلى جنوبها، فكان هناك دائما إن شئتم أن تقولوا إن مصر كانت مقسمة إلى قسمين، وهي إلى الآن في ذهن بعض المصريين حينما تسمعون كلامهم، إلى الوجه البحري أو القبلي وإلى الصعيد، أي الصعيد الوسط والجنوب المصري، ودائما يتحدثون عن الصعيد والصعايدة على أنهم أشداء وأن لهم كذا، وكل النكات الكلام في مصر عن الصعايدة هم غير مثلا الاسكندرانيين الذين يسكنون في شمال الدلتا في اسكندرية وما إليها. فهناك شعبان تقريبا، هذان الشعبان لا يمكن أن يجمعهما حاكم واحد، لأنه إن كان من الشمال فلا يصلح أن يحكم الجنوب، وإن كان من الجنوب لم يصح أن يحكم الشمال، ولكنه حينما يكون إلها يكون فوق طاقة فوق دائرة البشر فيصلح أن يحكم الشمال والجنوب معا. ها؟ فالإله خرج من دائرة البشر ليعلو فوق الشمال والجنوب، وبالتالي فهو إله للشمال وإله للجنوب، وهذه كان توجها سياسيا من أجل ضم كل البلاد، ومن أجل أن يفرض هذا الإله، بالإضافة إلى أنه يفرض سلطته المادية أو العسكرية فهو يفرض سلطته الروحية، وهو معبود للشمال والجنوب على حد سواء. إذن فهذه السلطة الدينية كانت، أو هذا المعتقد كان معتقدا للدولة الفرعونية من أجل أن تتمكن من السيطرة الشاملة على الأرض. هذه واحدة. لا شك أن مما ساعد هذا الملك وهو النفوذ السياسي، بمعنى أنه استطاع أن يبني دولة، استطاع أن يكون قوة سياسية، وإن مصر كان فيها من الخيرات ومن الأقوات، لأنها مصر كما يقال مصر هبة النيل، مصر زيد هبة النيل، عطاء النيل، مصر هو عطاء النيل. هذا النيل كان يغدق على مصر، وكانت مصر تعيش بالنيل، طبعا الساكنة لم تكن كما هي الآن، وهي إلى الآن تعرفون أن الساكنة هي ماضية مع شريط النيل. الساكنة المصرية الآن لا ليست منتشرة في العمق وليست منتشرة في الأراضي في الصحراء، ولكنها منتشرة في ضفاف النيل، والنيل نهر كبير يشمل النيل والنوبة السودان و إلى ما جاء إلى 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 عمق إفريقيا. النيل منحة إلهية كبيرة، كان يعطي عطاء كبيرا، ولذلك قال بعض المفسرين إذا إن مصر هي خزانة الأرض، خزانة الأرض، وأخذوا ذلك من قول الله تعالى اجعلني على خزائن الأرض، يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولاحظوا أنكم حينما تقرؤون أن الناس كانوا يأتون إلى مصر ليمتاروا إخوة يوسف حينما ألم بهم القحط والجفاف وكذا وكذا، جاءوا إلى مصر، إذن مصر كان فيها ما لم يكن في جهة أخرى، حينما جاءوا ليشتروا، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا. قرأوا هذه الأشياء مش غير تقول الفتوح عليها، هذا كلام كل كلمة عندها معنى حضاري، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة لا قيمة لها فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. إن جاءوا ليبتاعوا ليمتاروا، ها؟ وجاءوا مع ذلك ليسألوا الإحسان، أوفي لنا الكيل وتصدق علينا. فكان الناس يأتون، بمعنى أنهم كانوا يعيشون في جفاف، وكانت مصر فيها أقوات، ولذلك قال اجعلني على خزائن الأرض، إذن كانت فيها خيرات كثيرة، وكانت فيها منتجات فلاحية كثيرة، وهو فرعون كان يرى هذا، ولذلك قال لهم يوما ما أليس لي ملك مصر، زيد
وهذه الانهار تجري. نشوفوا الاسباب ديال الطغيان من جاته، هذه اسباب الطغيان. اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري تحتي؟ اذن في الاقوات والشباب والجهل واشياء من هذا القبيل كانت تجعل الانسان هو كان ينظر الى ملك مصر، وطبعا بالنسبه لمصر هذا شيء كبير. وقال هذه الانهار تجري من تحته، ولكنه ما كان يعرف ان هنالك نهر الدانوب ولا ميسيسيبي ولا الانهار الكبرى في العالم، كان يحسب هي هذه الدنيا كل شيء هي هذاك الشيء، وملك الله كان اوسع. اذا انت كنت الها وانت تمتلك جزءا من الارض، فمن اله الدانوب ومن اله الميسيسيبي ومن اله الانهار الكبرى في العالم، من الهها؟ لكن هو على كل حال لان ثقافته كانت ايضا محدوده، وكان يتصور ان العالم انتهى هنا في مصر. فقال هذه اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي؟ فزعم. ويقال بعض الناس يتحدثون انه حينما طبعا الانسان حينما يكذب ويكذب 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 في الاخير يصدق نفسه حتى هو. في يقال في بعض الكتب الادب ان بعض الاطفال كانوا يطوفون باحد المتطفلين طفيل شعب طفما، صاروا يطوفون به وينادون عليه ويضحكون يقول يا أشعب يا طماع يا أشعب، فأراد أشعب أن يصرفهم عن نفسه، تعبوه بدأ الحلقة ودري صغرك، فأراد أن يصرفهم عن نفسه. قال لهم نقول لكم ما هو أفضل من هذا، البيت اللي هيه راه عندهم واحد الوليمة سيروا تمشيوا تما كذا تمشيوا، فتركوه صدقوه وتركوه وذهبوا يعدون، مشاو يجري وخلوه سمحوا فيه مشاو يقولوا ناكلوا الوليمه خير نبقاو حنا نقعدوا هنا مع شعب نسبوا فيه. فانفصلوا عنه، فلما ذهبوا بعيدا قال ربما اكون صادقا، فاصبحوا يعدون واصبح هو يعدو وراءه، هو كذب عليهم وصدق نفسه بعد ذلك. لانه هكذا يقع، لان الكذبه التي تكررها يقال ان الكذبه التي تكرر 200 مره تصير حقيقه. الكذبه كثر الكذبه السياسيه، راه كاين بعض الشعوب تعيش وتموت هي في الكذبه كاع عمرها ما فاقت بها. كاين بعض المرات كاين بزاف في الاعلام في اشياء كثير من الاكاذيب تروج، ولكن البشر لا يستطيع ان يمحصها لانها كذبه متكرره، لا تستطيع ان تميز الصواب من الخطا، وما هذا 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 كثير في الكذب من الكذب. فهو كان يقول لهم ليس لي ملك مصر وهذه النهار تجري من تحتي. ولذلك كان الانبياء حينما ياتون دائما يفضحون. يقال ان احد الاشخاص اصدقاء او مقتربين من فرعون كان يقول له ماذا تقول؟ يقول انا اله. فاخذ قطف عنب، عنقد ديال العنب، اخذه زول منه وحده، ازال منه حبه العنب. قال فرعون ردها ردها الله يخليك، كيف ندير ردها انا؟ ما نقدش ردها انا، وانت اذا ما تلقدش ترد غير عنبه ياك راه موجوده، ما نقول لك لا خلقها ولا صنعها، غير ردها في بلاصتك صافي خرجت من تما عمرها ما تولي. بمعنى قد يعطيه نادي هذه نكته هذه انك تدعي انك اله. ولكن الشباب، ويقال ان الشباب والعافيه والقوه وهذه اشياء حينما لا يصاحبها الايمان تدعو الى هذه الحماقات. ولذلك كل ما وجد هذه الاسباب يقول الانسان هل حمق. النازيه ما هي النازيه؟ تشبه الفرعونيه. النازيه شنو هي؟ هي احساس بالعظمه، احس به يوما ما هتلر. ثم هتلر كان يوما ما يخاطب نفسه في امام المراه. تعرفون ان هتلر لم يكن يخطب مباشره، كان يخطب امام المراه ويتحدث ويتحمس، في بعض المرات يحمس نفسه هو بنفسه. هو ثم يخرج الى الجماهير، ثم كان يشعلها، معنى كان يوقد، ثم اصبح يتحدث عن اشياء وهميه، يتحدث عن الجنس الالي، عن التميز، اي ان الجرمان هم متميزون ذهنيا افضل. اصبح يتحدث عن كذبه اسمها المجال الحيوي، اي ان الالمان هم جنس خاص وان لهم عبقريه خاصه، وان ما حولهم هو مجالهم الحيوي، بمعنى ان حضارتهم وثقافتهم يجب ان تتوسع فيما حولها، لان اذا لم تتمدد فيما حولها. ولذلك اصبح يهاجم هذه الدوله ويهاجم الدول الاخرى، كان يسميها فكره هي كانت قائمه. النازيه ليست طموح سياسي فقط، بل هي اساس ثقافه عدوانيه ضد الاخرين، ثقافه لقتل الاخرين، ولكن تتاسس على افكار معروفه. ويقال ان النازيه او ان هتلر
كان تلميذا وفيا للداروينية، لأن الداروينية كانت تقول في نهاية المطاف بالبقاء للأقوى، وكان يرى أن الجنس الألماني هو الأقوى وهو الذي يستحق البقاء. وهذه مسألة معروفة كتبت هذا في بعض البحوث، أي الجذور الفكرية للنازية هي جذور ثقافية تقول بالبقاء. ما الفرق بين النازية والبقاء للأقوى؟ أي الضعيف ليس له مكان. إذن هو نفس الأمر الذي، والنازية لها تشكلات، إما أن تكون نازية على الطريقة الألمانية، وإما نازية ثقافية حينما يقول الناس لا أحد يستطيع أن يفكر إلا نحن، إن الآخر كلهم صناديق، إن الآخرين إنما لهم البترول، هكذا. ونحن الآن مشكلتنا أننا هذه نحن نقع في النازية الثقافية دشينا، ولكن حينما يأتي إنسان مثقف معنا ليحتقر وجودنا، يحتقر كياننا، الآخرون هم الأفضل، إذن أنت نازي في الحقيقة، أنت تسير في، أنت يجب عليك في داخل أمتك ألا تحقر الأمة، ألا تلعن عبقرية هذه الأمة، ألا تسب تاريخ هذه الأمة، ألا تسب حظ. معنى هل كلما وقعت تفريط أو هفوة من المسلمين نسب المسلمين، قل على الله على الله على هذا العرب، ها؟ تعرفون هذه أنا يبدو لي من أكفر العبارات، لأنها تدمر عبقرية الأمة. لا تستطيع أنت أن ترتفع فوق الأرض، إذا أنه يسب كل العرب ويمنحهم، طبعا هم لا يقصدون بالعرب العرب العرب، ولكن يقولوا العرب لم يقصدوا بالعرب والأمازيغيين، معنى كل من ليس مسيحيا. إذن هذه خدمة مجانية يقدمها الإنسان للآخرين، يقدمها للتوجه استعلائي، للتوجه النازي الثقافي عند الآخرين، وهذا خطأ كبير. إذن قلت لكم بأن هذه الفرعونية هي فرعونية في الماضي، هي نازية في 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 الحاضر، هي أفكار أخرى تشبه هذا. نظرية مثلا صراع الحضارات أو نهاية التاريخ هي نفسها، نهاية التاريخ معناه أن كل حضارة يجب أن تخضع لحضارة واحدة، هي الحضارة الأمريكية، وهذا تغليط كبير، ولذلك سببت هذه الفكرة للأمريكيين مشاكل كبيرة، ووقعوا في أخطاء جسيمة وأدوا ثمنا باهظا، لا من الحاضر لا من الماضي القريب ولا من الحاضر، والآن المستقبل هو لا زال مرتهن لهذه الأشياء. إذن أقول إن هذا هي الأسباب أو بعض الأسباب التي جعلت فرعون يرى نفسه إلها، أي القوة المادية لامتلاك هذه القدرات، وجود القابلية عند الآخرين، والضعف الذهني والفكري، انعدام العقيدة الصحيحة التي يمكنها أن تقاوم، فوجدت هذه الفرعونية التي انتهت إلى تأليه الإنسان. وحينما يؤله الإنسان ذلك هو نهاية الطغيان ونهاية التدمير للآخرين. إذا كان الإنسان إلها فإنه يمكنه أن يفعل فيما يشاء، فهو قانونهم، وهو يوجههم ويحييهم ويقتلهم إن شاء، لأنهم كلهم أصبحوا، لا أحد من بعد يقول لهذا الفرعون بأنه هو نظيره أو أنه بشر مثل، أبدا، بل هو في مستوى معين. لو قال لهذا الإنسان أن يموت يجب أن يموت، لأنه الإله قال ذلك. وبالتالي فالإسلام حينما جاء ليلغي هذه الأفكار السيئة، جاء ليحرر الإنسان من هذه المخاوف، يحرر الإنسان من هذه الأوهام التي من شأنها أن تقتله وتدمره وتنهي وجوده، لأن الإنسان حين ذاك يكون قد تجاوز مستوى وتجاوز درجة. إذن فهذا الموضوع إن شاء الله، أي دواعي وسباب ادعاء فرعون للإلهية للألوهية، شيء كتب فيه علماء التاريخ، بقي بعض من هذه جزئيات من هذا الأسباب النفسية والثقافية التي تؤدي، سأعرض لها إن شاء الله في اللقاء المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.